تأملت والدنيا بها العجب والعجب، تروح بلا عذر وتأتي بلا سبب، فلا ظل هذان ولو طال أمنها، وسل عن هواها كل من ودها خطب، وسل عن هواها كل من ودها خطب. دارتنا إلى دار الدنيا ما هدارتن. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. هلا قف مؤمن من آل فرعون وإله سبحانه وتعالى في سورة غافر كجو الرمي بركو تلك الله أن يحر. يا قوم إنما هذه الدنيا متاع، الدنيا نوا دلالير والصهير ووحدة مانية أور معنى لهين، وإن الآخرة هي دار القرار. آخرنا هي دار تسقنا شهوي يعلو باية مركة دارت آخره إنا ينعمرنا وإنا دارتنا الدنيا ذا عمرنا أن كبذبنا وهن كنا ندافيوه وايو وحقوش بهان علماته قفك الدنيا ذا نسكوها اللينا إياه دارت آخرنا إلا ويا وقف بدوين قري كدول لسايا فاق أيو ربا بدوين تا موجد له إنو قري كدول لسو الدنيا ذا تلمان تصل لها ذاوي ميال سبنا شيء ميال قرار ما باهبا علمنا بطالبنا وحكم ذا داركي زفين الدنيا قد ارتحلت مدبرة الدنيا ذي ويقورتي أيضو سيجيتتي وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة آخرنا ويسوقورتي يضو كبسو صعوتا ولكل منهما بنون لبدا متك صلى أركابا أحلي أبط فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا هنقوننا عرورتي الدنيا عرورتي آخرة نقض. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت موضوعا أهلا يمكنها الله دورات الدراسة القديمية أمام نظامات وهي وسط ديارسي وموضوع امتيازي على الدين هو فقه مسلم لكن الشيطان هي النفطة وهذا اللفت يدعى ذو كلا هي شيادين تكلا شيادين الإنسية أي قفك كلادة قلما وحقيقة إنسانك إسكاين لتيره أو إسلوسيه وحالا إلى ذي دي لذا هي أمان لذنا أي سيجيان ومالين مهورانا مالين تاين ربنين نركو هذا الله أما وديار قروق إذا إنو وحكا حسنه ومالين تا إواك إنو قران الاستعداد ليوم الرحيل وكا يوم الرحيل محلو قدش إذا يوم الرحيل ومالين تا هذا الدنيا ذا كتكتو إذا آخرة أهويتو وفاصلك كالقايبين أيها الدنيا ذا دي آخرة ذا waa ku jira habeenka ugu dhibta badan ee insaanku maro ee ah habeenka qofku qabriga ugu horeeyo ay u dego waxaad ka tagaysaa eelkaagii ku jeclaa dadkii aad waalidka u ahayd kuwii waalidka ku ahaa kuwii kula dhashay hooridaadii ayaad ka tagaysaa waxaadna tagaysaa meel cidla ah oo weelkaaga keliya uu yahay عمل قال يوحى صوش قيسته وحكى لك رعيان وشرى بيرات مقع عن مقع بحنتا الاستعداد ليوم الرحيل وحي كجر دردارا كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وكدر دار ما يمرك تقوى ذكا هذه أما قفك التقية حيابها مركا سمد هو وشيري كلمة إن شاء الله تعالى وحي كفو من أنت وانتا يعني واحد ويان الدنيا ذن هي سيدة دك ذكاء ودم عريس والله بقى هي أما كائن الود يركرونه ده وحين الآخرة لا تجلاه هي أبها إن جع وين هي هنا الود يركرونه دار تأخره الله بقى هي هنا إنه بنودنا هي الدنيا ذن حقيقة ذي ذا أي نوح كحص دونه iyagu dambaynta oo aynu ka hadli doono in adduunyada laga saahido
وأن لا يسكوها لينين لن يسكو الله أخواني في الله وأن يقصرنا يدوي يدني إن أنا يحين دار لكم نغاني ودار لكي قور أيو يعني وقت اللون أدك تجدونت أنا ذو غير إن أد بريد لما يصنع يسو إن أد عاول لما يصنع يسو موجود قفكو بلان قاضي أنا مجرم لكن واحد أقصر أنت هاي إن أد لما يسو مالك حقيقة هي خيالك أو أهين أد نولانا يسو وخيالي وأنا كود أبوبي كرتايو إن أد نولاتا لغي أبا بريد وأنا بينو بكرتايو إن الجريد وبكولات ما دو الباب كمان هتك بحدا بعجش بوتي ما دو هي ده كرت. مرجعينو خيالي من نجارا يعني وعوي الميزان بتو حقيقة شرته أو أهين إنه بمن إنه وغفلة إياه بوجناته إبليس من نجور ذي لعنة الله عليه. أو هرنا وجو بلق هذا إلهي يرتي سبحانه وتعالى إنه إنسان قالوا منه. قواني في الله وعن يقصرنا يا مرد عدد مطاق قيامها لوقعي وعقوها رأينا وحساب عملت شقيسا كرتو إيا توبادات كيني كرتو إيا وحس طبق وشاء مدنكو ميحري سانك عدلو لنتو ونفتو كبحضو وحوسوك وحساب حاد مالك إلهي اللي ارتقيسا سبحانه وتعالى قذا وفق مؤمن كان لو جبها هي أين مر والبيسويديو أي واحد إلهي محل له ارتجيسا إن الإله سبحانه وتعالى عليه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إلهي سبحانه وتعالى وعن أشهد يا كتابك عماش هذا ملك الله صدق يوم إله بحرقه إن أذكر يسوع وحلا وحيك وقوق الرأيونه وما بعنا قفقون متعلم يهاي وما بعنا قفقون عند لا عند قبوا وحويان قفك صدوا أركيا وان وآخر سنية وان قرنا يا وحلك كقرن كذبنا وعوصوا بحضانا وحيابا بضانا وهدوا اللوسي وهذا هو هاي ستوين يكون عفان لكن إلهي سبحانه وتعالى وكود ديوانجلي كتاب كان كويان إلهي علاه سبحانه وتعالى وحكو على علي يكون مجرمين تو وامحي كتاب كان لا يغادر صغيرة ولا كبيرة للأحصاء وحير يا وحوين بدنا بمدافن وحور بوقوبين إلهي حلو وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا والله وحياء قبتين أردن وإلهي سبحانه وتعالى الدياري أردن ما يستران الرباط أو حبابة كتقين أيها لين بيولي الله سبحانه وتعالى وحال الله لين وحي إلهي وحكتر الضري أما الله بمبوني ما وإلهي عدنا ما ظلميه وصفة إلهي وحسباتك إلهي وحكم ذا العذب وحارانك أين الظلم إيه أحد جذب وقصم إياه دوما ذي سقوا أبوري وإلهي سبحانه وتعالى إنه الشيقي أما يتهينا إنه آذي آذي قفكرنا قفك إنسانك وحلقيا أبا إنه ذنوب تلده أنت لكن يأتك لده من وحمر خاتية ذا كتشرة جرك هذا كعنت هذا كتشرة لقت هذا كتشرة عندها كتشرة لقاها كتشرة يعني وحوية هيا ورمية وما أنت قيامك هو ورمضانا وإلهي سبحانه وتعالى وكأن ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يزعون حضو شكت أنه محمد وضدك ما أنت عدوك إلهي لصوت دوب أيوه وسيدي قيل باضية أما قيل لا بحسن أيوه حوتي اللي إريه لطبض لك عائلين أيوه حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون بل الله مركا الله أركي أنا إحساب تمركا يوسف وشوكسدانا وعكم أخاتف فريا دغودا أرقيا دودا إيو تركو دودا وجلودهم بيد الله سبحانه وتعالى أياكم أخاتف فريا بما كانوا يعملون
وحي أي سمين أيين أي كل رغم أيين بان أي كمر خاتك عيا بيقول الله سبحانه وتعالى وهي سبحانه وتعالى وحكاور ما يا ضاد يا مورن كرح مر دانا إنسان كان روح ذكو شرته يا جسد ك مرخات فرية الإنسان كوكا كوبي يا روح يا محاكل هذا جسد جسد كوا عنصر كاس بيها كدالنا يا لبدا وارد أي سوت جيا لبتنا إله سبحانه وتعالى مركب بقول يا لواطن هبين عد يعني وعربية هاي حيسوب بدلين حنشر حيسوب بدنا وصلت كي وصلت دي قارين بإله الروح صادري حقي سكتبي وقول مركب واحد كوا بنت إلا بعض الشيء أساسي جاه لبعض الشيء أساسي جاه من نوعي هاي جسد كا جند يعني وحوي أنت لطابنا يه قعنتي يلقتي يوحي من توا الروح دي بركة الروح ذا أيا يعني وحوي آخره أود بدن الدنيا ذا النجسد كا وجهمني روح ذا أيا واحد يسكت ده يدون تاينا يدفرته من هذا كان يوحي وقبطي أو سعى عمل فلي وسيد حديث الرسول الشيخ عليه الصلاة والسلام إنسان أيا إله يوحي قعد صنيا إن الله قرانين وأن لقو سيدين خلق كله وملائك أما بن آدم أما مخلوقات كله إلى هذا النقع كور هنا إنسان كان يقرد هذا سوء السمائية يودن بقاس حقوق عي وحاسا كدعي إن الله سبحانه وتعالى ما أنت وكباتي ولا قد أيوه يا كم مرة ارتفاع كفر يا أنا يقول هل سوقي ده يقولي أنا جالس كورمي لأن الله سبحانه وتعالى أفكي سبوا حريه يقول النبي عليه الصلاة والسلام تترى حبنيه بالورقنا يهضم كعميه بهالله يا لقيه بهالله يا لقيه بهالله يا جركي بهالله يا مذا الله وحي أي أركي سي يا وحي أي تابطي يا وحي أي مغلي سي يا وحي أرام بك ورمس مركو أركين وديجو درايس طي وعريت فراغ كبحذي وعلى وحي قرين أي أرنا بنانك إمادين أيوة ده بذاتنا النفطي سكولنا قنا يا دجال ورانا يا محاد يعني وحوي يا أنا يدينكم أنا يدين دودة يا يدين دعوية ما عند كلام دودي تاسا إلهي سورة فصلت كجو رميا وإلهي حليه وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا وعيكو إلى هذا الجلود دودة أما تشركوا ذي مركيا إيدا مرخاتي فرين حاد نوغو مرخاتي فرتين لسانا تشركوا جوابا يا حليه أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنقو حا نقاها ليه كي عيد والبكة دواجيه إيه كاها ليه ما نقاها ليه وهو خلقكم أول مرة سقى يا أنا مركي وربا ضيذنا بوري وحنا تهين بايد إسكيكي إذ سميه وإليه ترجعون مركا من آدم كو ضدها إسكا قريو إدو ربا بها إسكا قريو لكن ما إسكا قرين كارا تشيركيس ما إسكا قرين كارا إنديهيسا دقيهيسا مايا وعادوا قاعدة مركا الدنبي كستا وعاد قال إيسو إن هذا ذو مرخات يسكت هاي إلهي ورد وأذكر ورميس هذا تاي لو سنت هاي نا إني تاي عقوبة هذا مركا يعني وحويا أذكر بصنا يسوع إلهي سبحانه وتعالى هرتي سنة أذكر فدي حذو بيس إلهي عليه وما كنتم تستطيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون يعني إذا ما إذا قرينا إني تركينا لكن واحد أم لينا يسين أما هذا يستين إن أنا إلهي ذي كور قبين واحد قبنا يسان أنا إلهي أوجين وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم واحد إذا هلاقي ألك إذا نجينا وما لها فوش حن له إذا إلهي ذي نبوريك قبتين أي ألك إذا نجاي وعقابك إذا نهرسي ذي أو فأصبحت من الخاسرين تتراد نقطتك وخساره والله وافضي حدوي وافضي حد كفلا انسانك يعني وحويا انه كفذي حدو امام الله
إنه كوكا سارة دوية دي سيوردان هديه مرايسان أيو إن أرى كيسا إيا مقال كيسا إيا جير كيسو أنا كوما خاتي فرينين الله هرتي سبحانه وتعالى تاسنا ووحنا عيوني أو عماشي سكوفا دي حذوب أيو أغواشي أولي إيه هذا لذا كصوبح أيو كوفا دي حذوب بيانتي سواي صوبح دونتو إيا حمان تمركا لابتو كوهيستو ونقول يا ميت كمبرن وحوالبا يا بها أرنك أور سيدنا إبليس لعنة الله عليه أي موقف كحرج كأدبت بدن له كارسي سنسك جنوي إبليس لعنة الله عليه وحو أمام الله كبلا قاضي إن آذن إدى كتفيرة أوردن كل كيني إلا إن ير وإله سبحانه وتعالى بدباديه مويا إله سبحانه وتعالى وحاو نوغو ورمي أرنكاس خسارها وإنسانكو أمودان أيو وحاين قول كاسي كود بوب أيو إن إبليس وهو كاسمان وحاين دريقي سراعان وحال أيام لمركة وحاين كبسي داران وإنسانكو يعني وحاو يالي بدان حسوس نادر لو بهي هذا اسكا قارن يسقف غرد قبطه اما بسيحدا اما كو الا بدونا وحاتري يا وحات سميساي لكن اتعبس ويدو الحسوس ويدو كو حسابتمي ويدو اله ان سيحن سبحانه وتعالى اله وحبي الا ويد اله ان ملك اغا مقنين وقت والبركا ورهي هذا ابي كو جرتو هذا مالك كو جرتو حل والبا الله كو رسعدا واش هذا دن اوغ إنه كرفض ضاده وهذا حكى السوق هذا ويده أدعي كرتان إنه أتكع كحشوته وأتكعب صوته أو أتسكع قرصه أو أتسكع أسطرته المين ضد قاركود والدين تقاركود بأمرك مع سياسة ما ينأيا أو أمرك حمامك كعيا على جاي أباين والمي سير هذا وصو قرا وكشوك صد أو شر هذا الماء يربى حكاية شيء قدونا أما بعد يلا كورة يا الماء يربى كأفوي بدونه waxaan adoo kugu arkay sabuuna uu kaaga dayan doonaayo hadhowu dambiga sameyn doona ilmaha yaraa dhashay inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala kaaga weynaado oo isagana ixtiraamto oo aad ka xishooto allah subhanahu wa ta'ala aad ku xisaabtami weydo waa masiibo aan wax lagu bedelay jirin weyn ilaahay subhanahu wa ta'ala yastaghfuna min an-nas wa la yastaghfuna min allah وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بكل بما يعملون محيطا ركاد لي منافقين تا يشر قولك أيها إيان إلهي سبحانه وتعالى دين تيز وعيسك قرن أيام بولي الله سبحانه وتعالى ضدك إن هذا لذو ذو مغلان إن إذا قرتو ذو أقاذان إن يعني وحو إيان سرتو ذو هلان أيسك قرن أيان ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول مركي أبين كي كنت شنيا يا أبين كي أجان قوين إيان يا أيدون إيان إني يعني وعوى إسلام كدبر كتبيان إلهي سبحانه وتعالى أبو رينكم حساب طميان وإسك ما قرين إيان مركي إخواني دي إلهي سبحانه وتعالى نكفل لها قوين حقين يتقين أين المفر حق الله عرري ما لبا يمندو أنت إلهي كورم يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر وما لنت الله سعدوه وما لنت إنه يديه ونهي نقورين إيه نودي يرقرون له بهي وحكى صوت ما يسيبه إلهي سبحانه وتعالى قرده ما الله غبا يرى إيه ما الله مغنقل إيه عيد كوسو قرمين إيه aba shaad in la dugu binayso u gudbinayso wala la ahayna ma jirto khalqiga wadana waa wada amsaya wi liman il mulku al yawm lillahi al wahid al qahhar in ilaah subhanahu wa ta'ala ma anta qiyam sidoo yani waxa quraanka noo sheegay isla markaana nabiga uu sharxay alayhi salatu wa salaam yani irkan oo dhan waa la duubaya dhulkan oo dhan waa la duubaya khalaayiq oo dhan gacmaha ilaahay bay ku jiraan midda meelinta lagu ururiyo أي إلهي وحوران دونا أين الملك أنا الملك أنا الجبار أنا المتكبر أين الملوك
أحد هذا يا مجر ديتنا إلهي سبحانه وتعالى وحرنيا لمن الملك اليوم ما أنت يا وحشيك كرا ما أنت يا لها شو يا ملكي يا وحسن لي أوران كرا رسوش ما هذا ليسو ملائكة ما هذا ليسو أنبياء ما هذا ليسو كي هذا الله نسل نبو شاك عليه الصلاة والسلام سلم 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 بولي إلهي يبت بادي ديتنا إلهي بس استو جواب يوم لله الواحد القهار الله سبحانه وتعالى أيوم بوحس كلام مركا إلهي سبحانه وتعالى إنه هذا وعررنا وإلهي سبحانه ابنه أي اللبهي ففروا إلى الله إن لكم منه نذير مبين إلهي سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام يوم مضى لفريا إن إلهي سبحانه وتعالى سبحانه ابنه وإلهي لما قنقره حلو بها يا مركا إخواني إنه نؤدي أرقرونه بالنتاس سهيد إذا نعين السيقى هذا وأنا كم مشغولين دارتن لقى قوري وأنا إني لو سينين وحي الله سبحانه وتعالى أكتي سيالة إيه هذه أين دارتن كشا غيسا وينو هلاقة إيه إنو لكل ما ينو إلهي حلية كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلهي سبحانه وتعالى وحنو الشيقية نفك استابا إني قيريد أن ندمينيس أرين تاسدوا أرين أنبا أرين مرخاتي وقف كستا وإنك مدو أجيه مالين كستا قف نور وصدا إمكا إنو إنو نور لحي إنو لا وصدا إنو إتو كان إنو إتو كان إيه وصدا إنو رير كان إنو قصوا بابحناي وقصوا بابحاي وكنو قوان إيه وكو حساب تم إيه أيه إنو قادنا قبر بينو دقنا وإنو كغن ماتا إيه دي إنو كروغنا هل كاسا قف كاس لكي قتك دي إنو تاريخ ذو قلا بحاكة بأي وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أمال كينا إلهي سبحانه وتعالى وحويدين لما يستري دونا أولا يدين قدوسين دونا ما لنت قيامة بلي الله سبحانه وتعالى تاتكم مركا والله وقف عمل كيسي كفش المي يقف عمل كيسي لهي كبت بهذه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قفك نار لك الدركيو إيجانا لك ريو كاسا الليبان يقول لي الله سبحانه وتعالى الليبان تواتاس الليبان الليبان كتن بيساجرين دون يدن قوش هذا إيو محاكور هذا وحا قوسو وقرد هذا شو وحا صوردان أما واتكتك أما يدا كادمان لكن ماشا يتهين إن لوحي صار تبعو قفك مومك ومرو والبا مهمتك واتسيو ودارت آخروي إلهي سبحانه وتعالى يا دنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلى الله سبحانه وتعالى دنيا ما بقاها إلا صحي يرأو لقول لكو أمويا وصحي صحي وتقانا قوما لنا في صماليا وقوة وحي يرى يقفك مسافر كي قاتو إيه مدادة وكوما قيا هاي السفر كاو وقلت لك لين استحماله أول وحي نكني مضي دمشق وحين سوق أيضا دمشق عليه لماذا نحن ذي نقيت كشرة قالوا مرك على عليان ما أنت قيام عليه قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سبيل يعني لا كورة ما يعني لي وراه أزال لي ورون أول واحد عيد قف أنجرين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا باتشرين لكن ما قاعد يقول إلهي ودي وانكشنا سبحانه وتعالى ميت بضاي سجية أنت الله صا يعني واحد وين تاريخ اللي سجل هني إنسان لقدر جاي النفل وافو فاي أو جدي جريح كسجلين أو الدنيا ذو صباحي كيري بكوريس هاي نور الله كذا بس هذا نواد نمتاي نور الله كلاك كذا بس والله ماذا نور الله دي اللي بدي جيري ودي شيء جيان قالوا مركا إلهي ورتيسة كعبانيات مركا
الله سبحانه وتعالى دا اينو سفر كان هاي لبدا دمشو دحايسا وحيري عينو وحكو قابسان اينو وحكو تلمامي السهي سايدا قفك السفر كيه وقاتو وعو راعي لكن سايدا سينا يتعي سايدا قفك اللقوينيس لان اعداب هذا ما جرت سايدا اللقوية لك وادانو انسان كتحدرين وانو سكيلا لنين وطريق الهي سبحانه وتعالى قص قص يجي كرام واتك انت ما تدري ذي اللي سكول لاي وقف وقف قال حقي سو دارو وقف وحي الله وحنا نهاي الراسدو وهذه الهي النعمة يا دوير لصيو وكبروا ومع سيد الهي كبروا والهي سبحانه وتعالى كقف قال قف قدونا يا مركا انو كقوليستو دارت اخره وين جريدي صوتي ما ضه سجوا إلهي كعب صني يوم الرحيل وين أتي ما ضه أو يعني واحد ويان كو محاكر هذا كوسا بيجنته سجوا إلهي كعب صني يا سبحانه وتعالى وإلهي سبحانه وتعالى كلي سوا كورها ميا خلق جن سيقول يهين الناس تجاهنا ما لقوا روري وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وقال الله سبحانه وتعالى قاري إلما النبي آذان ردن إلي جهنم قال مؤمنهم وكافرهم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر ظالمين فيها جثيا إلى الله سبحانه وتعالى وعلاه كبت بأذن إياه ونارتس يعني وعوه إياه سيد النبي إبراهيم عليه السلام ليلي بردا وسلاما على إبراهيم كوكد بدورة إذا إله كعب صنعيس ماشى واحد لجعتك يا أبو الله يا الله سبحانه وتعالى قوة لا إله ذو ظالمين تا أيقو هلك عذاب تلحجي فوق كوضة أيلا قلنا في يا أبو الله يا الله سبحانه وتعالى وآيات كاي السلف رضوان الله عليهم صحابية تابعين با أي آد وقعب سنجرين ملك يا أخي أيام ورقة قاركودنا كل انتهم با رقة قاركودنا إلى هذين إلى أيوح الشاقين لقوا أروريو لكن يا إبلان قاضينا كبحيو أنا كبحيو أي بلان قاضي وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا أي إلهي سبحانه وتعالى لكن لا يبقى أن هبل هبل أذقوا وعد كم تأيكوا دافيا أيكوا دافيا وعلى نوى ثم ننجي الذين اتقوا كوين التقوى لقاه لوي مركز العذاب كتبت بكرتان إلهي سبحانه وتعالى مركز وكيلها ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقى فأولئك هم الفائزون يعني أفر قضب بإله سبحانه وتعالى كسو غروري اللي بانت يبت بهذا النار اللي قبت بهذا وإلهي يا رسول كيسو الله أضيع إلهي يقول لك عب صدو حيابها إلهي سبحانه وتعالى يلودي ذي إحاران تاول لقفه قادو سلمر كان للي مادو حيابها إلهي نامري حيابها إلهي نامري واتقوى ذا طينو تعريف إنه لماذا أقوال فربذا بيكو تعريفيين إلى الصحابة رضوان الله عليهم قف لبوح كفهمي أيكو عبري بل أنه سوق هذا نمرك سعابي ويناء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين بحاول إيهي وعلى أن هذا تقوى وحوي هو الخوف من الجليل وقفك إنه كعب صداء اللهوين إلهوين هو واحد كان وإنه قفك كبقى قار والله ميالكس كبقوي ما إلهينا نساجك كبقى ضب بناك مركة جوكتنا هذه الله عاصده تغلها حيث ما كنت أيوني النبي عليه الصلاة والسلام والعمل بالتنزيل أردت لبعض وإلا هو عمل فرم منزل كإلهي وكتابك القرآن هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ورضى بالقليل يعني قفك كرة للنقضة إلهي وحو قدري يا رزاق حلالا هو قناع ذو أنا حران رأيذن والاستعداد ليوم الرحيل هي قضب كأفراده إنه قفك أديار قروبه مالت وقوري مالت يدونك كالصفر يوم سفر عن صور نقشرة هاي ما لنت وكتك ايو وينو قفك وصد دياريا
مركا نقن ميسد قف اسكو دياري مالنتا جيديغا اديغو كجيره غفلت اذي عصيان حيري دتك الهي عاصيه يا الله سبحانه وتعالى عاصيه وحي عاصيه وح كلامها كلسونيدا اي كو قبان لكلنك الهي ايا ضعيف الهي لكلنك سنه دبر ميسلين داد عيد الهي عاصي اركتو إلهي سبحانه وتعالى لكل كيساء هي كليته إلهي إنك مع صدى يرير ميهاته أما قفك مؤمنك أبا حتى أمركوا الدنبابي وحوية لكل كإلهي ما ماشيك بحيا وحسوسي وضعيف يا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني حين يزني وهو مؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قفك زني سنة يا مزني سنة مؤمن أبو النبي عليه الصلاة والسلام نقول وفقا إنه كان دعي سوى سوى مسلمين وزينيستان دي لقومة قالوا بي لكن حد دعي وحد دعي يعني وحويان كالسوني دي إيو آمينات دي إيو يعني وحوي رميسنان تي وقف رميسنا لكل كإلهي أي يعني وحويان دعي إلهي دي قرافك زيرو قال الكتاب الله سبحانه وتعالى دي أدو دونو كسو علي رسوها قاتشين أيو ديبا توبة الله وفاتشين لكن مع سيكاستا او كارد على واحد وقاتا الى يكتو السنة يساعة ماتل ما نتاي الى اضلا كولك الهي يعني وحويان سوسي سوى كوية راتوي غفلتنا عدك قجرتو الهي سبحانه وتعالى سيدا درتين بركو كاعد ليدتك مع سيدا الصمية وحولها لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين dadka ka macsiyada sameeynaya dadka xoolahooda dhacaya markay kasoo yibsanayaan kasoo buuxsanayaan markay ka yibinayaan ka dhimaaya miyaanay rumaysnayn buu Ilaah subhanahu wa ta'ala illa soo saari doono miyaana rumaysnayn inay u soo bixi doonaan liyoomin aadhim yow ay qoomu naasu li rabbil alamin maalinta dadka ay Ilaah alaminta rabbigooda ay wada hor joogsan doonaan maalinta miyaana rumaysnayn buu Ilaah subhanahu wa ta'ala ولذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ربضا كما قشير من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وهردعوي وأفف قفك إلهي يا آخر رميسا وحاها صمي قفك إلهي يا آخر رميسا وحايو صميني كالإيمان بيوم الآخر أما لقاء الله أولا رميس تاي وحوي waxay u tahay laf dhabar iimaanka aan maalinta aad nabiga kaleey salaatu wa salaam aad uga waramay quraankuna si balaadhan ayuu uga waramay wa maalinta khalqu wada dhididayaan ee cabsidu ay meel walba gaareeyso oo ay ku noqonayso dadka dhalimiinta ah inay sugaan كنتم كن أو سندد تجنادن وعقاب كان كجران أيو تجنادن ومحكمة دا إلهي عادل كان أي أنت السجان أي هذا وقفك مؤمن كينا أنو كبقين إن دا وح إساقا ديمي إني سوقا كفر حسني وإلهي سبحانه وتعالى وسوء دويني وعرشك رحمن كالله عريني وعسكر راح يستنى يوجه النذيبة وصيب بالآبي وعوية كوى ظالمين تي مجرمين تي إله سبحانه وتعالى لكل كي سيلاوي عذاب كاسي كجرا وما لتا وين إله سبحانه وتعالى وراك ما يربضن النوب الشاقي وما لتا إلهين ونضع موازين القسط ليوم القيام فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ميزان عدى نذب الله لقيا وأن لا روش قانين وأن إرجعي قبيلة قانين وإله سبحانه وتعالى وخلقه وكوكر حكمين نفنا وعي عيش قيستين لقدم ما يبدا الله سبحانه وتعالى إله إذا كي حبت قرآن بيهات أما حبت قرآن شاء أو كوي يرى عص عص هدي حتى تاتاي ولكن يملي الله سبحانه وتعالى حبلا كان قصام من ماي ka fikir marka ayuwani aynu ka fikirno maalinta xaalkeenu sidoo noqonay waxaanu u diyaarsanay marka maalinta geedide waatanu nidi maradaad dimato wax socon ayo dambe ma jiraan
maashaadi way joogsadeen allahumma illa waxyaabo yar yar oo daadagu aad markan hore sii diyaarsatay oo ugu tala gashay inay ka hadaan mooyaane maashii ta salaada iyo soonka iyo zakada iyo sadaqaadka waxyaabaha qabanaysoo dhan way istaageen idaa maata bin aadam inqadaa camaluhu ayuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam maxaa u diyaarsatay marka qof walba ka fikira wey haddaad maanta lagu leeyahay waxaad u dhoofaysaa wadan heblaayo oo yacani waxa weeyaan aad safar ku tegaysaa gaaban waxaa laga yaabaa inaad lacagtaad ku tegaysa diyaarsato dokumentigaagii diyaarsato halkaa kaa horeysa dadkaad ugu tegi lahayd diyaarsato intaaso howlaad gasho waliba waxaa dhici kartaa habeenka inaad seexan weyd oo marba ay yacani waxa weeyaan aad ku qarowdo dadka safarada galaa si fiican bu yaqaanaa bal maxaad u malaynaysaa safar aan soo noqosho lahayn oo waxa aad sahay u qaadanaysaana uu yahay acmaal saalixaada oo ah waxaan hadda aynu qabanayno fiisada iyo waxaad yacni waxa weeya isticmaalaysa ee ku gudbinayaana uu yahay tawxiidka ilaahay subxaanahu wa tacaala halkeed ka taagan tahay marka teenleeg baad haysaa ma xisaabtantay ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaynu xisaabtannay iyo haddaanaan xisaabtaminba wuu inoogyay ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wa ina rabbaka la yaclamu maa tukinu suduuruhum wamaa yuclinuun wax alla waxay laabta ku hayaan iyo waxay muujinayaanba ilaahay subxaanahu wa tacaala waa la socdaa wamaa min gaa'ibatin fi samaa'i waalardi ilaa fii kitaabin mubiin wax alla waxa qarsoon ee innaga yacni waxa weeyaan inaga qarsoon inaan arkaynin yani ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu arkayaa maca dalika wuu qorayaa kitaab waadixa oo qiyaamaha lagu hordhigayana way ku diiwaan gashan yihiin buuhi alla subxaanahu wa tacaala waana waxay iman doontaa marka waxaynu diyaarsannay inaynu deerrun ka sheegayno iyo bee ka sheegayno maalinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ka warramay yowmun laa yanfacu maalu walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim maalinta ilaahay subxaanahu wa tacaala saa ku sifeeyey wey maalin aanay anfacaynin maal iyo ubad aana midna qofka waxba taraynin ee qofka badbaadaya uu yahay qofkii ilaahay ula yimid ee qalbi saliima oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u nabadgalay marka waxay isweydiinle qalbigaas saliimkaa ma hayna kaasaa lagu badbaadayahay kaa ma hayna qalbigaagu ma ka nadiif yahay shaki adiinta ilaahay ka qabto ma ka nadiif yahay istusnimo inaad bini aadan iska dhaadhiciso ma ka nadiif yahay male beena iyo amaani iyo waxyaabo khiyaaliya oo aan sal iyo baartoona lahayn sawidiisaa loo baahanya ilaahay subxaanahu wa tacaala maxabadiisa halkeed ka joogtaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxabadiisa inteed ka haysaa ma ka nadiifisa jidhkaaga amraada yacni waxa weeye waxaan jeedaa qalbigaaga ma ka nadiifisa amraada yacni waxa weeyaan halista ah ee insaanku ku ibtilaysan yahay maxaa ka mid a calool xumo cuqdad xaasidnimo khiyaamo iyo waxyaabaha quluubtu ay sidaan ee ilaahay mooye cid kaloo akhrisan kartaa inay jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku ammaanay dadka muuminiinta waladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana ikfir lana walikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan walaa tajcal fii quluubina ghila liladiina aamanuu arkaynu u socono wey ilaahay oo qalbigaya ha gelinin wax calool xumo ah qof iimaan leh ilaahay oo qalbiga hanoo gelin inagu imisaynu calool xumo isu hayna imisaa qofba qof cunsayay imisaa reerba reer xaasidaya imisaa nolol laysu ogolay haddii ay taasi timaado qalbigaagu ma nabadgelin wey qalbiga badbaadaya ilaahay yidhi ilaa man ata allaha biqalbin saliim kuma jiro dadka markaa jannada galayaa waa dadka quluubtoodu ay bad qabto waa dad naxariis badan waa dad dabacsan oo u dubnaxa dadka walaalahooda oo nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiis tiro badan ayuu noogu sheegay yaziid ibnu aslam ayaa wuxuu ku yidhi
نبي عليه الصلاة والسلام بأوحكولا تحب الجنة يزيد الجنة ما جعشان كاسا أوحكولي نعم وعوكولا يا نبي فأحب لنفسك ما تحب لنفسك ولالك فأحب لأخيك ولالك وحد لجعلاته وحد نفتض لجعش هذا دون سنة تنقش بركينا إنو نقولنا تذهل إيمانا وإيمانك وذكرنا الشيء قال له باهي أو قلوب توضو أي إلهي هو كان سنتو أو قلوب توضو أي ولا له جعشاي وأي ولا له أطر أيصو أو الله جعل وحي نفتو ذا لجعليهين ولا له أدنا لجعل وأن كما لا يصنين وحن خير هاي أن حمان كما لا يصنيوي أو كقابلة هدي أي حماني كغتما دولا لذو إحسان وجوابه هدي أي كخل دمان اسكعفية هدي أي كوادات كاذان أطرة هدي أي جهل مصميان أدو القاطة هدي أي وجه غور ريان يقو فرحة وقصلة سنوية كفرحية قلوب أهي يعني قلوب تاس قلوب تواوين أي أقل أنت إن إله سبحانه وتعالى تنذي سقش ما قلوب عريرية وضيقتك الجراء ويعني وحوية تعبانة وحو قاذن كرين وحو قاذن كرين هذه جرع يعني وحويا على الحمى يعقدد يعرى يحاسدني ما يكبوا هذو إلهي سبحانه وتعالى جنة ذي سوما قلمان إلهي سبحانه وتعالى وكي سوى الله الله يدتك مؤمنين تا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ساسا إلهي كبير النبي عليه الصلاة والسلام ما أنت وحن يا وحد وناكسني مس النبي الله سبحانه وتعالى إلى ياتي سقم مس النبي هذه وعدات مؤمن تاين الناس انت ما السمن وما انت يا قفك يا خلاذات كلا قال وانا بدل بولي الله سبحانه وتعالى وعذرك دونت اكي هذا ودك قبي كو عروني سقو ولي حميم كون نقني ان منها حداد ولا القود القاضته أو قفك هذه كحميات وناجسه قفك هذه كعريسيات كفرحصه يعني هذا الكيسر أنت كقول رئيسه معناه يضمها إلى توقف عن ديك لهين سيدتك أنه قبان أما عن ضمير لهين وكديدين قفك لك قلو بل وقف إلهي سبحانه وتعالى وسي قلبي وافية أو حملي كرام وحيابها لبابك الشيطان وقصه قنايو او دون اينو كقفا اذا يستو دريقة كسو يجيو اسكا عابين كرو اونا اتكي سنكرا يعني واحو اي يرنبت ولا ليه كقا ايمانيس سيدا درسيت بايلاح لي وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ارنتا عدة لقيها لا كبو ليستا وعددك له لبضا تلمامون الصابرين الصبر له إياه إنه يهين ذو حظ عظيم قال الله سبحانه وتعالى وسيي قلبي وين إياه دي الله كورن إياه جروا بضان إياه إله سبحانه وتعالى أبال وين وقلت لك لي بركة يا أماها إنه شيطان كون اللقو إياه أو إنه خصبه إنه خير كان نعنه وذلك المسلمين تعوناه قال لك علان وينه دادك مركا ليتا أما كوا فشلنا ودادك شيطانك وجددي سوفلية هي وحو دوني دادك وناكسنينا ودادك شيطانك دلية فشلية هكر دامو يكيسا إيو شرق الله دو قولي سكا قرطا دويتنا كو فشلية وبليس وحو النعيب يهي أما يعني وحو دلاغ دلت كوا إن قفك مؤمنك إله سبحانه وتعالى يسديه وسلطتي سيأوتي سلقها أصبحه حيا لمركن أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كم يجي الصبح يرادا 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 بيقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث هذا السدي بتو وعون قرى يا بلاي وين أوك ضباشهم من أول بع كانت ماذا ولذلك ما إله يقول لي وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم أشياء قد ما ضيدوا هاي الأهدان كلمة دوان أكسن وهذه اللي قفوا أهيكو يقفوا نحو مانكو أول مرينينا أهيكو هوا ناتيانو وناكو بدلان
هذا في عنا هيدا هذا حير إن الشيطان ينزغ بينهم شيطان بارربا إنه اسقدره أو دحذو كفايديست لا يعمل لمركو خمر ذا كهل ليه مارك إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء شيطان كي يخبر على ذخ مرضى يخمر يوحي أبا الله متك إلى أي حرة تنمي شيطان بوح ربا إنو دحذي إن كده أو سبب كن نقضى على الحمى إيا إنا يعرو إذن نحمرته يحذاود نبي نوكيد عليه الصلاة والسلام شيطان وكوكو وسطي إنا يدتك مسلمين تي حابدان دتك تكذين الشيطان حابدان وكوكو وسطي لكن وحكوكو ليستي إنو سقدره وكو أصفك كوة ذا جريم ساجك سوه ذا قلي مركة إمام محمد رفات هذا أخليه أمي وضاله عدك إسلاه ليه أيها حضنا علاشة حاسد دميس كوة ذهية وعلى الحمى كان حيصا تاسوكو ليستي ولي نبقى عليه الصلاة والسلام واني مركة قذبك كوهات يعني نقود ديار قروبه إن دارت آخره إيا مالنت أن دوني ذا كتغينو وأين إنه قلبي جن إصلاح النووي؟ ودارتنا يضع يعني أين عن السؤال لين؟ ودارت أمورك تبضن له؟ ودارت حنون ندوي الله؟ ودارت أين نصدى الأقصى وقتجينه؟ يعني إلهنا سبحانه وتعالى أنا وقلت لك اللي بين لقنا قاضي إيه لو فرحتون؟ وأين المرك على قلبي جن إصلاح النووي؟ نبي نوح عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب بين النبي عليه الصلاة والسلام مركا قذب كاوين أنه وسطك حر النووي وقلبك أنه إنه هكاتشنه هدين الدونينه إنه نقانه وحان وديار قروبينه دارت آخره لأنه سويت يسال غياب هداد ما أنت يتوب يوصف رسامة جبوتي تقيسد صايد هذي وحاق واتكرانيس قطنا وين هذا قالتا شيء كواد إعاد صحيح كده أنا سوينا صبايصه إصلاح القلب هذا أنا أجسوي أري طلبات يا كأجب بعاني يدا نين هذا إصلاحه وعرب كأ وعرب كأ ويدا أنا هذا سوينت هاي واحد كاستوكاس وبحية وإله سبحانه وتعالى ودياري ملايك قرطا دواقو كما صبحو هدو كاسو بحمرائي باقريس ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كلمة كاسو بحضا ما ترتب لي الله سبحانه وتعالى كل دواقو هدي ترتسي ملك تي قريس با فديدا وديار رقيب عتيده ملك استا لبدا ملغه وحنا قورا اي من حسنات قورا من سيئات قورا ملك استا سيدي سر رقيب عتيد وياي معناها رقيب وامدكو الى لين يوم شقا كران هينين ورقابه وحا لا يدادا عسكري ان بودي غارد كا هي الباب كلا ديغو رقيب الله يرا لغه عربي اما كون حدودها لا ديغي انت ميل لو ديسو هي جدك سومر أيوة نعم لا إيوه. مركب ملك عن الشرع كلام هاي. أذوبهم بوافق على وحي كسب حييجي. يو عارفونها كقبانس. حنا القبانس أتقوى عمل فلايس هذا سلعت كنيس أيوة هذا زنيس نيس أيوة واحد والله وحو قرية يوم واحد الله وحنا أذوب أفعاش هذا بقرية. مدينا حسنات بقرية من سيئات بقرية. مركب ورقيب كل الصعداء وطلابة كسب هذا سكوك. مع ذلك وعتيده وضياء. ما ها قال إنك يا الكل كره ذي أيوه معاك ولا هذا حشيد يبى بحسن تيو ما جرتوا وعتيدوا وحول با تربوي مرك إخواني نبي حشاج عليه الصلاة والسلام بنوقفك كلمتك هذا له استوى عنه تحجلي بوصمينين لا يلقي لها بالا بقول نبي عليه الصلاة والسلام تدرس كيف تمية هذو دراكتي سقيمو ويمكم لها يزل بها أبعد ما بين المشرق والمغرب كلمة داوخ نارتك قصو بوضيا انت باري يقل بيضو لحيسيب للنبي عليه الصلاة والسلام حيث قاركو تضباطا صنو
مسافة عذاب كله لقي لها أما الله سبحان لها أيو مركل يكاك صدع يا أبو دي الله نبي عليه الصلاة والسلام حديث كما عادنا واكي النبي عليه الصلاة والسلام وقال يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حسائد ألسنتهم يعني ذاتك بوحا في جنبي يقول هذا عذابك أما بسنك أقول يا عذابك إلا حسائد ألسنتهم إلا عربض هذا وحي قوستين مويا هيكم بقول هذا بالله النبي عليه الصلاة والسلام أيها وحي حرانا قرن وحي حلالا يذكر جنوا وحي لنا قربي وحي جنوا وحي أبقى بضن وإنه وإنان وحوين وعرق لكن إلهي تسمعنا بضن كسمينين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني وفق إن إسلام ما دي سوت وصنت هاي وحكم إذا إرو إسكجتجو وحن معناه ولا هاي معناه وصمينين أن يا بعض أبو بدن يدتك هل أجنا وحكم إذا هذا الكلام لا يعني قا أوقف وأنو تحجلين بدن سينين وسيد حسن البصري رحمه الله تعالى وليه من علامة إعراض الله تعالى عن العبد هذا الدون يصار دون كأن إلهي كجستي إلهي هاتو كجستي وخطروي إلهي هو كجستي عيد النعي إن قفك إلهي كجستي هذا الدون يصار على مدى إذا إلا دقاته وأذو أركب ليه إن قفك كن مشكورا فيما لا يعنيه حان معنى بقى الصمين إلهي أيوس كذلك مشكور سي مشاكلات كيمكن هايس أي كم يطلع خذ بضيه بلا أي لقى عوانية اللي يرتي موبايل بوضان يعني واحد ويا هل كاسو ما تقولن كل باء فرت لقاتينية كل باء راح وضيع حاكي سو كلي الله حاكي سو كلي يا مشي لاد ما تقولن يعني واحد ويا بيجت باردو وهذا وحاخر ذو وعن كاسو ما يسوع وحمة فايدة قولهاي وترك ما لا يعنيه أي كم إذا أي بعد النبي نفر عليه الصلاة والسلام أن تعكس هذا قفك مؤمنك وحلق ربا عربك سيد إلهي قد وهذا وذكرك إلهي وهو حقوب ذن إلهي قد ويني ونبي عليه الصلاة والسلام نبهوه يوحوني يا رسول الله شرائع الإسلام ويقوب ذا تبيون وعذي الشيكتا شيء صوك هو الله تيسا النبي حكود عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك ردبا من ذكر الله تعالى وعد كويسا من عرب كاغا ذكرك إلهي عربك أبو يانو كزول إنو كقوينا ذو إلهي حسكي سبحانه وتعالى مركا وحيك أغفلان تاين هذه إلهي ذكرك إيسا بذيسا وحيوا بذنو أتكوها لأكسميس حانتك أغفلان إيسا صدرك أغفلان إيسا فينتك أغفلان إيسا عيدك أغفلان إيسا هذا الكددك يعني وحوة إيان فوشحون لا يعنو قلمين هيك أغفلان إيسا هو مركي ما يصير قف هذه أتيار ذكر قاية أو ده يعني واحد ويا قار والبعضر كيسه يسقو ذكريه لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر ذكر كيس النوع عاية هاي أو أحدث كان لا إله بعد هذا أما أفدير مركي يصير إلهي سبحانه وتعالى حقوق ما نذكر المؤمنين تام قذف لح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلهي سبحانه وتعالى كما أنا ذات المتقين إن كمت الصفات كوذين إلهي سبحانه وتعالى نبو عابدان سلامرك أنا أي كف قاذان وحلى هذا اللغو يا ما لا يعني سكيتش يستان waxaa la ogaataa insaanka labada shay ee halaaga waa farjiga iyo lisaanka arabka iyo hubintiisa taranka markaas waa waxa ugu badan ee naarta lagu galay imisa wafadu ay seeteen oo aqli leeyahay sababta shahwadiisu ay halaagtay waa baabaysay wey oo ay ku dartay kuwa khasnaaska imisa qof aanu diinaha oo ummadu ay martaba weyn ka filaysay intu macaasida isku dhiibey shahwaadkaas iyo waxyaabaha naftiisu ay rabto iyo macaasida dejisiga la xiriirta uu noqday akhas naas qofka dadka ugu liitay ee lagu weersado ila iraadankaas xaafid buu ahaa sheekhu ahaa masaajid buu ka aadami jiray maana imaam buu ahaa masaajid buu tujin jiray maanta arkaas u maraya
احنا لو باهي مركي الله اللي سودي سبحانه وتعالى او صدا الهي كورمي عدو بدن ايو لي يقفك انسانك نفتي ساكمدا وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. هذا بعض المفسرين وعلى الله وحب النبي الله يوسف عليه السلام هل قال لك انا الهي ما انا واحد تري قبدي جعلاتي نبي يوسف عليه السلام يسولا خلو رجل ان النفس لاماره بالسوء نفت واحد فريسا واي حد يا جير فرتا قفك بني ادم حمان يو معصيو الا ما رحم ربي لا عذر الله سبحانه وتعالى ونحر استمويا إلهي وين إنه مركع عفو ويدسنه نبت قليه وين إنه ويدسنه إلهي إنه نبت باديون بركة إنه كان ما أدام مركع إنه العرب كأن توسنه أرنت صدح هذا ينا مهم كي وحوي إنه نسكيل على إنه إنه يعلوش إنه كشوه حران يعني رزق حراني إنه قلو إنه نكدك تونا نوي واللغم حرانة يا قلبي يا قشو وهي واحد كينا يسا يعني مالك حرانتا يا كسب محاكور هذا قشاي واحد كينا يسا إن أذهل النار نقطه ونبقى عليه الصلاة والسلام محشي قي يعني واحد ويهيلي بكسطة أو كبحة صحتي ما شيء حرانة فالنار أولى بها بيقول النبي عليه الصلاة والسلام فالنار أولى به نار باو حق له وعينا الدقني ما يلي إذا شو يقرا حمو إن هذا نقطة كيو كورا من النبي عليه الصلاة والسلام إيه سفر كو كده راضي إيه ديتنا إلهي بري إيه يا ربي يا ربي يا ربي النبي شجع عليه الصلاة والسلام ومذعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له ثلاث أقبل يا أمين النبي عليه الصلاة والسلام أقبل ما يدري بريد إلهي لمسوع اليوم والله سبحانه وتعالى عرشد هذا أقبل ويا وخسارة عن عوض الله عن عذنا ككبير بركة وأنا سكيل على سواح على وش هذا قليل حرامت وعد هاي حرامت وعد النبي عليه الصلاة والسلام ونقشة إن الحلال بين وإن الحرام بين بينهما أمور مشتبهات أرينا السوء يقول قفقة دي أنا قلت بدل الله كيف أرسوه مكرتان واجر تابوني النبي عليه الصلاة والسلام لكن تام حالك قبل هذا يا وإن لقفق هذا يدى لفت هذا ويقفق شبهات كبدعا حرام تيم كبدعا يقول النبي عليه الصلاة والسلام تسكي قاربا قرانا يا شيء يعني حرام ما لك هو مشتبهات المشتبهات كن اللي بنيه يا كوشك اللي لا لا النبي عليه الصلاة والسلام قفك مشتبهات كل دعاء حارن تبي كل دعاء بس كوا دعاء في واحد سكع ذو حارن يمد ذو أي بناء كتالو أي دت كنو بري ريا مركز الدنيا هذا إن إلهي بريا وإلهي بريض ذقنا تحسنا ومستحيل وي كيف ترجو إجابة للدعاء قد سددنا طريقها بذنوبي شاعر بعورة ذهب إنه أوفل أنا إناين بريا ذن الله أخبره وإلهي سبحانه وتعالى وعين كعبنا إني نققبته قد سددنا طريقها بذنوبي إنك طريق يا سيما ريسيبا ذنوبك حدناي وإنك بس بارو لكنا الدنيا دا إنا كساهدنو أي اللوبة هاي الدنيا دا كساهدنو إلهي باكو كجعلاني داتكو وحاي هايستان وآذ إيجانا ككافتونتو إيجا باكو كجعلاني نبينا عليه الصلاة والسلام وكل دردار من صحابي عبد الله بن عمر حولها كن في الدنيا كأنك غريب الدنيا وين تكون نقطه سيدي قف مرتي وكره أو عامر السبيل أما قف جدك تلابيا وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ولحياتك لموتك يعني قفك مؤمنك وين الدنيا تكون نقطه قف مرتيا وموضوع المكاتب دوي واه وديال قروقة يوم الرحيل وين أدمرت النقطة وين الحقيقة هذا واحد تاي أوقاتا وين الحقيقة هذا كبود إخواني في الله
waxaanu u jahaynaynaa ama u jahaysanaynaa guryo waxaanu ka tagaynaa guryo guryaha aynu u jahaysanaynaa waa guryihii rasmiga ahaa ee inaynu yacni waxa weeye aqballo loo baahan yahay daartan la yidhahdo daaru dunya ma aha daartin يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار هل أقف مؤمن من آل فرعون وإله سبحانه وتعالى في سورة غافر كجو الرمي بركو تلك الله لا يعود يا قوم إنما هذه الدنيا متاع الدنيا ذا نوا دلالير والصهير ووحدة مانية أور معنى لهين وإن الآخرة هي دار القرار آخرنا هي دار تسقنا شهوي يعني لو بأي مركة دارت آخره إنا ينعمرنا وإنا دارتنا الدنيا ذا عمرنا أنك جذبنا وهنكين ندافيه وين ويو عقوش به عن علماء قف قال الدنيا ذا نسقى علينا إياه دارت آخرنا إلا ويا وقف بدوين جري كذل لصي فا أيو ربا بدوين تام وجد له إنه جري كذل لص الدنيا ذا تلمان تصل هذا وين مال صنع شيء مال قرار ما بعها علمنا بطالبنا وحكم هذا الدرك فإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة الدنيا ذي ويقورتي أيضو سيجيتتي وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة آخرة ويسو قورتي أيضو كبسو صعوتا ولكل منهما بنون لابد متك صلى الله أركابا أحلي أبط فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا هنقوننا عرورتي الدنيا عرورتي آخرة نقض عروت آخره وام حي وادت آخره نرش ورحسب كنا لانه آخره حنانين يس لكن الدنيا ده نكواي دق على يس حنانين يس كل كل يس بنا بيك كتجيس ويا يذا بنا ما نسوي فإن اليوم عمل ولا حساب ما أنت شقى تالا لكن حسابكم أرتى الله وغدا حساب ولا عمل برينا عمل باي حساب تالا عمل مجرو ولا تنسوا أن الدنيا حرامها عقاب وحلالها حساب وعدوا قاتا الدنيا ذا حارانت إذا عقابك الضنبية يعني واحد حلاش إذا حسابك الضنبية واحد واحد للي أبا قفك رميسا أما أركا يا الدنيا ذا سي صعوتا إيا آخرة وصو صعوتا وكو مشكورة ووقت إيسا كو بحية وهنكي سي سيقوكي شيء سي صعوتا وقيا إنو دمانا يو إنو يعني واحد ويا عليس كسارو سلام أركا ريسكي إلاوة تكو صو صعوتا إيه رسمي قاعد يعني واحد ويا موجين متكينا ما بلغ هذا كرام هدعاء وبريو هل كورورتك هو بريسني مرهر آخرتك هو بريسن مرهر الدنيا ما كرنك الدنيا إمي صقف وما لنتي سيوصى ديار جروبي أي آخرة هو إذا نقل خدعنا كل جسك صام ببح ولا يلونك هبلا وحاسا كل عي يعني وحوي ما غير ولا شيء يا مركز طبي حبيبك يا رحبنا ييو وحاسو يريه مركي وجود بيسبع عين كاسم ييو وحنو عاصو كلا فنقوم حساب طبيعي وعدد كاسو كنت جيانا كل مرة يا واحد بدر أو كم ذي أنت إن الصوم مراك بدي تنين نقطة قال وإلهي نقع فيها سبحانه وتعالى وما أدري وين عملت عمرة لعلي حين أصبح لست أمسي ألم ترى أن كل صباح يوم وعمرك فيه أقصر منه أمسي يعني إن زاهدة هايو كباياها بحلية مؤقي يعني واحد وين هدان في لنا يا عمري وحلا جاي أبا هدان وبريستو إن قلبت قالوا يعني واحد ميار ذا أركينين إن مالك أصدا هو أبو كبر يا عمري قاعو وبري هل قوها كهاس مري وهل شلا هل قوها كهاس مري وشلا هل كاتجوكتي إيه ما أنت هل كاتجوكتي ما أنت داخل وقدودي وما كاكو يساو ووحا صعدا وعن قال دردار ما يا نفط إذا ينفيه النبا كو إلهي سبحانه وتعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وحكو فرحين بولي الله سبحانه وتعالى من نشي الدنيا هل كاسا يسكوها الليين ويسنكتان مارك الله إيغو نرشى الدنيا دون آخرة ما هي إلا متاع متاع مو يوحك لما هبولي الله سبحانه وتعالى اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا هداها، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.